Le journal des bonnes nouvelles. احنا رجعنا لكم في اكسبريس افام، انتم بتسمعوا في البريماتينال اهم خبير نجم نوفاو به نختموا به الحلقه نتاع اليوم. فتح معبد الغريبه بالرياض بجزيره جربه كان هذا بعد تقريبا غلق لمده 4 ايام بسبب الاعتداء اللي كان صار نهار 3 فارت اللي زاد اودى بحياه 3 من الامنيين ومدنيين 2، وان زاد باش يبقى مفتوح استجابه لعديد الطلبات من الزوار والسياح. على ان يتواصل الاسبوع هذا فتحوا في الحصه صباحية ويستأنف لاحقا توقيت العادي صباحا ومساء. إن شاء الله يا ربي يحمي تونسنا العزيزة. بعد شوية تلتحق بنا الزميلة منال الغروي منحكي لكم مش حاصيلوا على الأجواء الجميلة الموجودة في استوديو حاليا. أبقى برونشي على الإكسبريس أفاي، ما تبدلوش الموجة. بعد شوية تكون معكم منال الغروي وكيف